تمتحن مهنة الصحافة وحدها يكفيك لتلاحقك المتاعب حيثما تكن، لكن حبك لمهنة المتاعب يدفعك إلى أن تكون مراسلاً حربياً. هنا يجب أن نتوقف ونثني على شجاعة هذا الصحفي. أما أن تكون فتاة وهي رقية حمزة فهذا أمر لم يشهده الإعلام العربي سابقاً. فعلى الحدود التركية السورية تقف أمام الكاميرا يفصل بينها وبين المدينة التي يسيطر عليها داعش أمتار قليلة، تتحلى بالجرأة ناقلة الحقيقة كاملة داخل عالم الإعلام الحربي المليء بالمطبات. رقية حمزة ذات 23 ربيعاً مصرية الهوية والجنسية، تعمل مراسلة لقناة التركية العربية. درست الصحافة والإعلام وهي في 16 من عمرها. عملت وهي طالبة في عدة مواقع في مجال الصحافة الإلكترونية والمقروءة حتى وجدت فرصتها في القناة التركية العربية. بدأت منسقة للعلاقات العامة حتى وجدت لها مكاناً شاغراً لمراسل حربي. لم تتردد، راهنت وكسبت الرهان لتكون اليوم من بين الإعلاميات المميزات في وطننا العربي. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن حياة هذه الصحفية وعن المتاعب التي تلاحق الإعلامي، معي في الأستوديو ضيفتي لهذا اليوم وبكل فخر رقية حمزة. صباح الخير رقية. صباح النور هنادي، أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين في العراق تحديدا وفي الوطن العربي بشكل عام. أهلا بك ومنورتنا اليوم. رقية، طبعا اللي يشوف ملامحك الهادئة وملامحك الجميلة طبعا يستبعد أنه تكوني مراسلة، ومراسلة من نوع آخر، أن تكوني في الواجهة الأمامية، أن تنقلي الصورة، تنقلي الحقائق مثل ما هي. بالنسبة لك الصحافة وبالنسبة لك الإعلام وأنت في الخطوط الأمامية، ماذا تعني لك كامرأة؟ كامرأة بداية، أنت بتعرفي الوضع عندنا في الوطن العربي تحديدا وفي بعض الدول تحديدا، المرأة بتكون موجودة في زاوية معينة. أنا طلعت في أسرة فيها احترام كبير للمرأة، سواء من والدي لوالدتي أو بشكل عام للمرأة، فهي بتكون في احترام كبير وتقدير للدور المرأة، وإن هي لازم دورها لا يقتصر فقط إن هي أم وزوجة، ولكن لازم يكون لها بصمة وتأثير في المجتمع. طلعت إن أنا ما ينفعش أكون حد عادي، لازم نكون مميزين ونسيب بصمة. فكانت مهنة الصحافة، إذا بحكي لك إن أنا في البداية ما كانش ببالي أبداً إن أنا ممكن أشتغل صحفية أو أدخل المجال، لكن بعد ربنا تشجيع من الوالد هو اللي دفعني للمهنة، لأنه كان عنده وجهة نظر إن الإعلام هو المستقبل. وإحنا كنا في مصر قبل الثورة كان الإعلام كله مؤيد للنظام وما فيش صوت معارض أبداً، كان الإعلام مسيس. فكان والدي نفسه ان هو يطلع حد ممكن يكون عنده اعلام يقدر يقول لا، او اعلام بما ينقل صوت المواطن. فدفعني في البدايه ان انا لازم ادخل اعلام ودرس الاعلام، فدخلت. وكانت البدايه وانا عندي 16 سنه بدات في الاعلام، ومن كانت اول سنه ليا في الجامعه 16 سنه، وكانت بدايتي في الشغل. في البدايه كنت بحكي انا نفسي اكون مراسله حرب، فكنت طبعا كل الناس تضحك، انت محجبه، وكان وقتها مرفوض ان واحده محجبه تكون في الميديا اصلا او تظهر على شاشه، اضافه للجانب الاخر انه انت مين هتعملي ايه. يعني كنت خلينا نقول مرفوضه من قبل المجتمع ان تكوني في الواجهه الاماميه، ان تكوني مراسله حربيه. يعني المجتمع يقول انه قد تكون المراه ممكن ان تعمل لكن في ميدان اخر او بعيد عن الواجهه المفروض انه ليس من المفترض ان تكون فيها. صحيح، يعني المجتمع بشكل عام بينظر للمراه التي تعمل في الاعلام بشكل في نوع من التقليل، او انها اكيد بتشتغل في الاعلام يبقى اكيد في شيء مش مظبوط. فحطيت قدامي هدف، انا لازم انجح في مجال الاعلام، وانه انا موجوده في الاعلام يبقى لازم اوصل او اغير الفكره اللي متاخده بشكل عام في المجال ده. فمن هنا بدات اشتغل على النقطه دي. كانت البدايه بالنسبه لي وقت فض رابعه العدويه والنهضه، رحم الله الشهداء جميعا. كانت البدايه لان كانت هناك معادله غير متوازنه، وكانت اول مره بشوف في حياتي
أقدر أقولها جرم بالشكل ده، معادلة غير متوازنة، لأن في سلاح من قبل الجيش والشرطة في مقابل أن في أشخاص تانيين غير مسلحين بالمرة. فكانت بالنسبة لي شيء غريب، يعني أشبه بميدان فعلا الحرب، بتشوفي الجثث في كل مكان. أنا أذكر في يوم وقت مجزرة الحرس الجمهوري، وكانت البداية ليا، أنا كنت برفع الجلباب بتاعي من كتر الدم اللي كان موجود في الأرض. شفت المنظر، حصل لي صدمة من بعدها، وكان محجوب تماما الإعلام المعارض للجيش أو للشرطة في الوقت ده، محجوب تماما إن هو يدخل. فمن الوقت ده قررت خلاص، أنت لازم تنقل صوت الشعب، أنت لازم تكون صوت. أنا بنت بس أنا أقدر أكون زي الولد. كانت لما جيت أدخل الجامعة علشان أصور وأعمل، فقالوا لي لا ما ينفعش، أنت بنت. قلت له أنا شغالة في الميديا وأنا ده شغلي وأنا جاي هنا عشان أنقل الحقيقة، فأنا لازم أدخل بداخل. وفعلا كنت البنت الوحيدة الموجودة في الوقت ده صحفية جوة الجامعة. طيب نعم، يعني رقية، دخولك لرابعة وهذه الأشياء اللي صارت واللي شفتيها، يعني كلنا نعرف أنه ما مرت به رابعة والأحداث اللي شهدتها مصر، يعني انطلاق الثورة خلينا نعتبرها من ما بعد تونس، أكيد كانت الانطلاقة اللي أصر بها المصري أنه يغير نظام، أنه يغير سياسة حكم، أنه يعبر عن حريته عن إرادته، كانت من رابعة. كان لك حضور في هذا الميدان؟ طبعا، هي بداية من الثورة المصرية، وهي تقريبا اللي غيرت لي مسار حياتي كله. ما كانش حد ممكن يتوقع ان هي تكون ثوره. احنا كنا نقول في مظاهره واحنا نازلين كشباب علشان نرفض الظلم الواقع، وان في بيحصل تعذيب داخل اقسام الاعتقال وداخل اماكن الاحتجاز بشكل عام في مصر، انه عندنا نظام فاسد، نظام يعني غيب الشعب تماما لمده 30 سنه. 30 سنه المواطن ملهي بس ان هو يامن لقمه عيشه. المواطن ما بيفكرش في يوم انا ممكن اشارك في السياسه، ممكن يكون لي وضع اخر. فلذلك كان لازم على كل واحد مصري ينزل. نزلنا في الوقت ده، وتحديدا انا اول يوم في الثوره كنت في مدينه المحله الكبرى، وهي كانت شراره الثوره من قبل كده، وهي اول مكان ثار على مبارك سنه 2008. ففي الوقت ده هناك خرجت المظاهرات، الجيش جه طوق المكان، الشرطه. فوجئنا بحاله غريبه، الموضوع بس مش هيقف عند مظاهره وهتنتهي، لا، دي فعلا اتحولت لثوره. بعد كده انتقلت رحت على ميدان التحرير، وبدات من هناك لازم نوصل الصوت. كان النت مقطوع، كل وسائل الاتصال مقطوعه، كنا بنبحث عن وسائل اخرى. في الوقت ده استطيع ان اقول ان انا اشتغلت مواطن صحفي، مواطن صحفي، بحيث ان انا كنت عايزه انقل اللي بيحصل في الميدان ونوري العالم كله في احداث بتحصل في مصر، في ثوره حقيقيه، في بطش وظلم من قبل الشرطه المصريه اللي لحد النهارده بتمشي على نفس النهج بل واكثر من قبل. ففي اللحظه ديت قررنا ان احنا ننقل الاحداث، تواصلنا مع مختلف القنوات، تواصلنا مع كل الجرائد في العالم، بحيث ان احنا ننقل اللي بيحصل في الاحداث في الثوره المصريه. المراه المصريه كان ليها دور كبير جدا، زيها زي الراجل بل واكثر. ومن الثورات العربية بشكل عام هي اللي أثبتت وجود المرأة، سواء في مصر، في تونس، وحتى الانتفاضة الفلسطينية وغيرها. في مصر المرأة كانت مغيبة تماما، كان ليها بس مجالات معينة، البنت تدخل تدرس تنتهي بها الحال، إما تكون ربة منزل أو تشتغل في المهام اللي هي تخلص شغلها بدري على شغل مكتبي. لكن إن بنت تكون موجودة في ميدان المعارك وميدان زيها زي الراجل، فده ما كانش موجود. في النقطة دي أنا عايزة أقول لك، أنا مش بقول إنه في مساواة ما بين الرجل والمرأة وأنا فيمينست وأنت لا تطالبين بالمساواة. أنا لا أصلاً لا أعترف بإن في مساواة ما بين الرجل والمرأة. الرجل رجل والست ست، ولكن في احترام للمرأة وتقدير ليها. وتقدير لمجهودها وإن هي تقدر تشتغل كل شيء. حلو. يعني رقي، خلي نعتبر انه الميدان بالنسبه لك هو روح الابداع، هو صوره رقي الحقيقيه. يعني جميل انه انا على معرفه شخصيه طبعا بك، انا اعرف انه رقي تبدع في الميدان اكثر مما هي جالسه على مكتبها. كيف هي الصوره ما بين بالنسبه لك ما بين الجلوس على المكتب وما بين ان تكوني في الميدان؟ هي بداية أنا أكره تماما أن أنا أقعد جوا مركز أخبار أو نيوز روم وفقط أكتب من خلف الكمبيوتر، لكن أنا بحب دايما أكون موجودة في الميدان. أنت في الميدان فعلا بتحسي في مسؤولية على كتفك، وأنت لازم تنقليها. في مواطن مش عارف يوصل صوته وأنت إجباري عليك أنك تنقليها. في آلاف من الناس بتبقى أملها في أن في صحفي أو تلفزيون يجي بس ينقل معاناته
ويوريها زي اخر الاحداث اللي حصلت موضوع اللاجئين السوريين. هناك الناس اول ما كانت بتلاقي تلفزيون فكانت بتجري علينا، انا عايز اوصل صوتي، انا اهلي موجودين في سوريا وانا موجود هنا. فبتحس ان في مشكله او انك لازم تنقلي الواقع بكل ما فيه. كانت البدايه في مصر، وزي ما قلت لك كانت في رابعه العدويه، وكان في اعلام قليل جدا هو المعارض للنظام، فكنا بنسعى ان احنا ننقل الصوره الحقيقيه اللي موجوده داخل الميدان، ان الناس دي مش ارهابيين، ان الناس دي مش مسلحه، الناس دي ليها مطلب واحد بس، ان هو انا عايز الشرعيه. لكن رقية شوفي الصور اللي دا تطلع بالشاشة وأني أشوفك لابسة الخوذة ووقوفك في ساحة جرداء وأمامك أو خلفك العسكر والضباط يعني هذه كلها مناظر تخوف، يعني مناظر مرعبة بالنسبة لمرأة يعني. لكن أيضا كانت رسالتك ودائما أسمعها منك إنه تقولين اللي أشوفه أنا يمكن ربع اللي يشعر به أي واحد مهاجر، أي واحد دا يعبر الحدود. انقلي لنا هذه الصورة، شوفينا كيف كانوا يعانون، كيف كانت الهجرة تتم. قلتي إنه في سوريين في عراقيين كانوا، كيف كان المنظر؟ أنا أعشق العمل الميداني، أعشق العمل الميداني بكل ما فيه من متاعب من ظروف. كان بيوصل بينا الوقت إن إحنا بنشتغل 20 ساعة في اليوم. بالنسبة للميدان كانت البداية موضوع اللاجئين السوريين. في أول مرة رحت وشفت الوضع على أرض الواقع اتصدمت، إنك بتشوفي أطفال، الطفل مضطر يشتغل وهو عنده 8 سنين علشان يصرف على أهله أو يوفر مبلغ مالي. في ناس قاعدة في كرفانات درجة الحرارة 60، في ناس مش لاقية تاكل. الوضع كتير سيء، سيء بالنسبة للاجئين سواء العراقيين أو السوريين أو غيرهم، ودي مسؤولية بتقع علينا كلنا. الناس دي اللي حصل فيها إحنا كلنا مسؤولين عنه. بالنسبة للأوضاع هناك على المنطقة الحدودية تحديدا، المنطقة خطيرة جدا جدا جدا، أولا لأن هي قريبة من الحدود السورية. إذا بتكلم عن الحدود التركية ففي بعض الأماكن بيسيطر عليها تنظيم الدولة أو ما يسمى داعش، بعض الأماكن الأخرى بيسيطر عليها البيد الإرهابي التابع لحزب العمال الكردستاني، والبعض الآخر بيسيطر عليها الجيش الحر أو النظام. يعني أنتم مستهدفين من جميع الأطراف، من كل الأماكن، من كل الأماكن الصحفي مستهدف، لأن أنت بتشتغلي في ميدان لا يحكمه قانون، ومش هتقدري تجبري الجماعات المسلحة. أنت في قانون ولازم تحافظلي على أرواح الصحفيين. لا، هي لا تعترف اصلا بوجود اعلام في المناطق، يعني بقى عندك مناطق اللي يسيطر عليها تنظيم الدوله، هي المناطق تماما ممنوع فيها او محرم الاعلام يدخل ليها الا اللي الدوله بتكون عايزه تنشره. دي من جهه، من جهه اخرى ثانيه انك كصحفي بيكون ساعات مستهدف اكتر من انه يكون مستهدف قائد تنظيمي، يعني قائد كبير. لا، الصحفي مستهدف لانه هو اللي بينقل الحقيقه. اكيد كل كلمه اكيد تخرج من الصحفي قد تغير مجرى كثير من الاحداث. نعم، وفي الميدان لا فرق بين مدني او صحفي. فلذلك ان احنا كصحفيين وخاصه كبنت بتكون صعب جدا. فبعض الاماكن كنت انا الصحفيه الوحيده كبنت الموجوده على المنطقه الحدوديه، بتضطر انك انت بتتفرض عليك بعض القوانين لازم تلتزمي بيها، لازم يكون عندك سرعه بديهه، لازم يكون عندك ذهنك حاضر وتعرفي هتقولي ايه في الوقت ده. الاصعب شيء الشعره اللي بتفصل ما بين انك انسان وما بين انك صحفي. دي كانت اصعب موقف بمر بيه بحياتي على المنطقه. كيف يعني؟ شلون؟ يعني بتكوني بتتكلمي مع بعض الاشخاص، انت كانسانه غصب عنك هتتاثري من قلبك، هتبدأي تتأثري، ممكن تبكي في بعض الأحيان من القصص والأشياء اللي بتسمعيها من منظر إنسان كيف كان وكيف صار وضعه. وفجأة بتلاقي نفسك قدام الكاميرا، أنت ممكن بتتكلمي وعينيكي على حلب مثلا وشايفة القصف قدامك بعينك وشايفة البيوت المهدمة، وفجأة بتنتقلي للكاميرا وبتبدأي تحكي بكل قوة وكل أريحية، وبتبدأي تحكي أنا في كذا وفي كذا، لكن الوضع على أرض المعركة مختلف تماماً. إحنا بننقل اللي بس بنحاول نوريه، لكن ده ما يجيش 1/10 على اللي بيحصل في الناس. وإحنا بننقل كمهنة، لكن إذا بتحطي نفسك مكان السوري فعلاً أو تحطي نفسك مكان اللاجئ بشكل عام فدي معاناة إحنا بنعيشها معاه في اللحظات اللي بنقعد فيها. أكيد. لكن هو عايش فيها 24 ساعة. عندك اللي فقد أهله، اللي فقد جزء من أعضائه، اللي كان شغال شغل كويس جدا وفجأة لقى نفسه لاجئ عايش في كرفان.
بتلاقي معظم الناس جواها طيب كسرة. رقية، يعني تعتقدين أنه الوطن العربي مشكلته واحدة، قضيته واحدة؟ يعني أنت انتقلتي من مصر والآن أصبحت على الحدود، يعني تنقلين صورة اللاجئ، تنقلين صورة المهاجر، تنقلين صور كثير الحروب التي تحدث على الحدود، يعني تعتقدين قضية الأمة العربية واحدة؟ نعم، قضية الأمة العربية واحدة ولكنها بتختلف. إحنا للأسف الأنظمة العربية كلها واحدة بتسير على نفس النهج، وللأسف الشعوب العربية في فترة ما كانت بتفضل الصمت حفاظا على لقمة العيش، أو نقول استقرار، لأنه عارفين أن الشعب هو الجانب الأضعف، فسواء في مصر أو سوريا أو العراق أو اليمن، يعني إذا لاحظت كل تونس، كل بلادنا العربية فيها أزمات سياسية بسبب الكبت السياسي اللي كان موجود عندنا. أول ما بدأنا نثور ونقول لا، إحنا عايزين حرية، عايزين عيش، عايزين عدالة، أنا عايز أبقى إنسان، أنا عايز أبقى إنسان، الأنظمة رفضت ده. حصلت ثورات وحصلت انتخابات وحصلت، ولكن رجعت الأنظمة بقوة تاني، لأن الشعب عنده جهل سياسي. الشعوب بشكل عام عندنا جهل سياسي، عندنا خوف دائم من التغيير، وخوف دائم من أنه يبقى فيه مستقبل. فلكن بيفضل الشعب ان هو يرضى بالامر الواقع، واحنا كده ولكن طيب. لا رقيه، خلينا نروح شويه على مواضيع انسانيه ايضا، يعني نعم. اكيد هناك بعض الاشياء اللي استوقفتك، بعض القضايا الانسانيه، وانت تشوفين اكيد العوائل، انت تشوفين النساء، انت تشوفين الاطفال، انقلينا هذه الصوره، كيف، ما هي اصعب الحالات اللي شفتيها في النقطة دي؟ أصعب أو أكتر حد بيخسر في الحرب دائماً بتكون المرأة ثم الأطفال. أنا شفت نساء متدمرة تماماً نفسياً، في بعض النساء في بعض الأماكن المحاصرة تحديداً احتياجاتها الشهرية مش بتلاقيها، بتكون تعبانة وبيكون عندها ظروف، ولكن هي محاصرة، فبتكون هي الخاسر الأكبر في الموضوع ده. هي بتكون بتحاول تحمي بيتها، أولادها، بتحاول تأمن العيش، بتحاول تأمن غير. أنا شفت بعض العائلات قعدت بالأيام ما عندهاش أكل، شفت بعض الأطفال فعلاً الصورة اللي بنشوفها في التلفزيون أو كذا، إن القفص الصدري باين من كتر ما فيش أكل. شفت بعض العائلات، ودي تحديداً في امرأة هي اللي علقة بذهني، أنا دخلت أحد المخيمات وفوجئت إن في واحدة قاعدة وبتتعامل ملكة قاعدة، فبدأت أتكلم معها فبتقولي أنت مين علشان تيجي؟ فأنا استغربت هي ليه بتتكلم كده، فبدأت أحكي والله. وهي في مخيم وهي يعني. في مخيم قاعدة لابسة لبس كويس جدا ولبسة ذهب ولبسة كويس، فروحت أتكلم معها إنه أنت شو مشكلتك أو شيء، فبدأنا نتكلم، بدأت تحكي لي، تقول لي إن هي كانت في سوريا وسقطت قذيفة على المنزل وهي ما كانتش موجودة، فقدت أهلها، فقدت أطفالها، فقدت زوجها، وكان هي كانت نقول من طبقة غنية كتير، جات لها حالة نفسية وصدمة ولسه عايشة في النقطة اللي هي موجودة فيها. بس أطفالك فين؟ بتقولي أطفالي في المدارس وجوزي مسافر، وهي عايشة عند النقطة دي، مش قادرة تتقبل الوضع الموجود فيه. بكبرياء جالسة، بكبرياء يعني قاعدة كده وبتكلمني بأنه حتى بتسألني أنت مين عشان تيجي تكلمي معي، إزاي تدخلي الكاميرا هنا من غير ما تستأذنيني؟ فطبعا دي حالة. حالة تانية أن أنا شفت عائلة فلسطينية سورية، والفلسطينيين السوريين مأساتهم أكبر من أي حد تاني، نظرا لأنهم عايشين بوثيقة الدول العربية بشكل عام قفلت أبوابها في وجه اللاجئين سواء السوريين سواء العراقيين. أنا هتحدث عن مثلا السوريين عانوا كتير جدا في بلادنا العربية، في حين أن بعض الدول الأخرى على رأسها تركيا والدول الأوروبية فتحت أبوابها للاجئين، لكن إحنا خزلنا اللاجئين. العائلة فلسطينية سورية ما قدرش، كانت محاصرة جوه مخيم درعا، وبالزور اللي عرفوا يطلعوا من الداخل بعد الأمة ما فقدت زوجها وأحد أبنائها عن طريق البحر أو وصلوا لتركيا، وجدوا صعوبة في الدخول نظرا لأن ما فيش أي هويات، استضافتهم الدولة وأعطتهم منزل وكذا، ولكن عندها طفل عنده القلب، طفل عنده 10 سنين عنده القلب، فقد النطق. تكاليف علاجه شهريا ما يعادل نقول $1,000. الولد عايز يعمل عملية، فلما رحت البيت عشان أسجل معاها فضيفتني مية، قالت لي ما عنديش أكتر من كده أقدمه لك، أنا وضعي كده وما عنديش أكتر من كده أقدمه لك. دي حالات بسيطة من اللي إحنا فعلا شفناها. ممكن بالطريق وإحنا جايين قلتي لي أنه أيضا في امرأة باعت بنتها. نعم، في أحد اللقاءات ومع أحد العائلات، فبقول لها أنت إزاي وصلتي لهنا؟ فقالت لي أنا عانيت عبال ما وصلت لهنا، فبقول لها إزاي؟ قالت لي أنا بعت أغلى ما أملك
هي أم عندها 4 أولاد وطبعا عن طريق المهربين عشان يقدروا يطلعوا من سوريا، بس يوصلوا لأي بلد في مهربين بياخدوا منهم فلوس، فبياخدوا على شخص 300 دولار. طيب كان عندها طفل عندها 3 شهور، باعت البنت بقد إيه؟ باعت البنت حوالي 2000 دولار علشان بس تقدر تطلع من سوريا وتروح على أحد حتى تنقذ أولادها، تنقذ الباقي، تنقذ باقي الأولاد. طيب أنت دلوقتي مبسوطة باللي أنت فيه؟ أنا مش مبسوطة. لا هي اللي عرفت تطلع، المهربين ضحكوا عليها وبنتها راحت. الحال وصل بسبب أن الدول العربية خزلت اللاجئين بشكل عام، أن هم بيبيعوا أطفالهم. وهيجي اليوم أنه الساسة والحكام، للأسف الساسة والحكام خزلوهم. الشعوب بتعمل اللي عليها، أنك أنت بتطلع في مظاهرات بتحاول تدعمهم بكل ما تملك، لكن الحكام العرب للأسف خذلوا اللاجئين بشكل عام. وهيجي اليوم اللي هتكون فيه دماء وحزن وألم السوريين، لعنة علينا كلنا، يعني هتصبنا أكيد طبعًا. كلنا سواء سوري سواء عراقي سواء أي جنسية عربية، أكيد هي دم برقبتنا جميعا. صحيح. مثل ما قلتي رقية. طيب رقية، تعتقدين أنه وصلتي إلى مرحلة تقولين أنه أنا حققت هدفي؟ لا، أنا لما كنت صغيرة تعودت أن أنا أحط دايما خطة قدامي، خطة أحطها مثلا ل5 سنين، أنا لازم أكون كده. الخطة اللي أنا حطيتها وأنا عندي 18 سنة الحمد لله اتحققت دلوقتي، بل وأكتر من اللي أنا توقعته. يعني ما توقعتش طبعا أنا... أكيد كل التوفيق. الله يخليك يا رب. فأنا ما توقعتش أن أنا أكون مراسلة حرب بالسرعة دي، ولكن كان في اللي هو الدعم من الوالد ربنا يحفظه ويديمه على راسي، آمين، ودعم من بعض الزملاء في العمل. وأنا أذكر أول مرة رحت أتكلم مع مديري أن أنا عايزة أروح المنطقة الحدودية، ضحك قال لي عايزة تروح المنطقة الحدودية؟ قلت له إيه؟ قال لي أنت بنت. قلت له أنا داخلة الميديا وعارفة أن أنا بنت، وأنا زي الراجل في المجال هقدر أحقق. فعلا رحت أول مرة وقعدت أفكر طب هعمل إيه، وبدأت مش عارفة يعني طب هتكلم في كذا ولا أتكلم في كذا. لكن لما رحت على أرض الواقع وشفت الدنيا بعناية، بتطلع لك الأفكار وبتبدأي أنت تبحثي وتدوري. يمكن الحقيقة هي اللي تفرض نفسها أحيانا. الحقيقة بتفرض نفسها عليك، والواقع والألم اللي أنت بتعيشيه مع سواء مع اللاجئين، مع المنطقة الحدودية والخطر، مع أنك أنت بتشوفي الجنود كل يوم بتموت وتستشهد بسبب القصف المتواصل، ده صعب جدا. كانت آخر مرة يعني أو رحت في مكان كان كتير خطر من أسبوع واحد فقط، أنا كنت في مدينة كليس الحدودية مع سوريا، حصل انفجار فروحت أشوف الانفجار اللي حصل، ففوجئنا أن في من تنظيم الدولة أو داعش ألقى بعض القنابل أو قذائف الهاون على الأراضي التركية، فروحت أصور الأحداث بحيث أن أنا أخذ انفراد. فاقتربنا وصورنا، وبعدين حسيت بخطر شوي فقلت خليني أبعد عن القنبلة، كان الخبراء بيفككوها. فروحت وقفت بالقرب من منزل، ما عداش ثواني ووقعت قذيفة هاون تانية على المنزل. بعد ما سقطت القذيفة ببص حواليا، لقيت أنا اتنطرت بعيد من صوت القذيفة ومن الضغط، وفي امرأة جنبي سقطت نحسبها شهيدة، وحصل لي بعض الكدمات إضافة إلى أن سقطت قذيفة ثالثة. فوجود المرأة في ميدان العمل أو مراسلة حرب هي مخاطرة كبيرة، أكيد مش سهلة. طيب هذه الحادثة اللي صارت لك قبل أسبوع مو بعيدة، يعني تعطيك الإصرار، تعطيك التحدي أنه تستمرين؟ هتديني التحدي أن أنا استمر، لأن أنا عشت ممكن 20 دقيقة في حالة من الصدمة، في حالة أنا مش عارفة اللي بيحصل، وفجأة بيجي في بالك أنه في ناس أنت بس حصل لك ده وما أصبتيش بشيء، فما بالك الأطفال أو النساء الرجال الشيوخ اللي عايشين جوه الأراضي السورية أو العراقية اللي كل يوم بيتعرضوا للقصف، وفي ناس بتطلعها من تحت الأنقاض، في ناس تانيين بيموتوا. فبيخليك إصرار أكتر، أنا عندي رسالة ولازم أنقلها. يعني أنا خلاص هي دي رسالتي في الحياة، إن أنا لازم أنقل صوت مظلوم، أنا لازم أنقل صوت شخص مش هيعرف ينقله. في بعض الحقائق تماما بتغيب بغياب الإعلام، وزي ما قلت لك الصحفي هو المستهدف الأول عند الجماعات المسلحة أو بشكل عام. يعني أيضا الانقسامات اللي صارت، خلينا نقول الطائفية، الشغلات اللي صارت بالفترة الأخيرة في العراق في سوريا، كثير من مجتمعاتنا العربية خلت كل واحد يمكن يتحدث بجانب، لكن وجودك في أرض المعركة يمكن جردك حتى من جنسيتك رقية. صحيح. لأنه الإنسانية هي اللي تفرض نفسها في هذه المواقف، خاصة بالنسبة للمرأة. صحيح. بس دي بتنقسم لنقطتين. أولا بداية أنا من بداية عملي مع بعض
الزملاء العرب تحديدا. بدأنا نتجرد من أنه أنا مصرية أنت عراقية، أنا بالعكس أنه أنا حتى بدأت أتعلم اللهجات الأخرى بحيث أنه ما يزعل مني حدا، يعني أنه بكون معهم زي ما بيحكوا هم مصري أنا كمان بدي أحكي مثلهم. فلازم يكون في تواصل. صرت تحشين عراقي؟ ها بحشي. لا مو تحشين، تحشين أحشي. بحكي طيب. تعلمت قليل عراقي ولكن انه بالذات بحكي لك العراقيين كثير قريبين لقلبي لانه اقرب الاصدقاء لي عراقيين، وفي ده بتنسي تماما لهجتك، بتنسي تماما انه انا غريبه عن الناس دي او شيء. ولكن في وقت الميدان الشعره اللي بتفصلك، قلت لك ما بين انك انت انسانه وما بين صحفيه، بتعيشي بمشاعرك انا كانسانه وبتحاولي تفهمي معاناتهم قوي وبتحسيها علشان تقدري تنقليها صح. حطي نفسك مكان الشخص ده وقولي هو عايز يقول ايه بما يتفق مع سياسة قناتك، بما يتفق مع السياسات بشكل عام والاسلوب اللي هتقدري توصلي بيه. بعض الاماكن بنروحها بنفوجئ ان في ناس عندها حالات انسانية صعبة جدا جدا جدا، فبنحاول نوصلهم مع المؤسسات سواء من العلاج سواء الاحتياجات المادية، بتنقلي صوتهم. اكتر الناس اللي شفتها فعلا فيها معاناة غير عادية الناس اللي جم من سوريا، خاصة الفلسطينيين السوريين زي ما قلت لك، والأشخاص اللي جايين من تحت ضغوط حرب. الناس دي عندها محتاجين علاج نفسي، محتاجين علاج جسدي، مستلزمات طبية طبعا، مستلزمات طبية. الدولة التركية قدمت الكثير من الخدمات للمواطنين أو السوريين، في هناك مخيمات كثيرة مجهزة بكل شيء تتخيلي، المدارس، المستشفيات، سيارات إسعاف مجهزة 24 ساعة لنقل الناس ديت للمستشفيات. المدارس اتفتحت في بعض الأماكن على المناطق الحدودية لأن أعداد السوريين تجاوزت أعداد الأتراك، فبقوا يعملوا المدارس الصبح للأتراك وبالليل للسوريين. لكن بيضل في ألم، بيضل أنه أنا لاجئ وفي يوم نفسي أرجع بلدي، دي اللي بسمعها. في بعض اللقاءات بسأل شخص أنه شو بدك؟ طفل عمره شي 11، أحكي له شو بدك؟ قال لي خالة بدي يصير إنسان. لا حول الله، أنا إنسان، أنا بدي أكل، بدي أشرب، عايز بس أبسط حقوقي، عايز أعيش. للأسف يعني رقية وصلنا إلى هذه المرحلة أنه الإنسان نفسه بدأ يطالب بحقوق الإنسان، يطالب بإنسانية فقط في أن يكون موجود على خلينا نقول كوكب الأرض، لأنه أصبحت يعني أصبحت كل الأراضي بالنسبة لهذا اللاجئ، بالنسبة إلى هذا النازح، كلها بالنسبة إلى غريبة، لأنه أكيد لما يهاجر شخص، لما يطلع من بيته صعب بالنسبة له. يعني ارحموا عزيزة قوما ذل. إذا شكرا لك رقية حمزة، مهما حكينا ومهما أكيد نقلتينا من صور، لكن بالفعل مثل ما قلتي أنه ما تشهد المخيمات، ما يشهد تشهد الحدود وحركة النزوح الموجودة والمهاجرين كلها صعبة بالنسبة لنا، ونحاول نوصلها بأي صورة عسى ولعل، وأكيد بدعواتنا ودعوات المشاهدين نتمنى أنه ترجع الأمة العربية والوطن العربي إلى سابق عهده وأحسن إن شاء الله يا رب. إذا رقية حمزة مراسلة حربية مجردة من كل الجنسيات، خلينا نقول مع اعتزازنا بالجنسية المصرية وكل الجنسيات الأخرى، شكرا جزيلا لنقلك كل هذه الحقائق. شكرا لك يا هنادي، وأشكرك على الاستضافة وأشكر فريق العمل اللي تعبوا معنا. شكرا. إذا مشاهدينا مستمرين وياكم باقي فقرات شمس الفلوجة، لكن أكيد بعد هذا الفاصل.